السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده هنعمل مع بعض بالونات لحفله التخرج. هنعمل سنتر بيس نحطها على الترابيزه. كل اللي هنحتاجه النهارده مع بعض، عايزين 4 بالونات ذهبي، 4 بالونات اخضر، بالون هابي فيس، والووتر بالون. يلا نبدا مع بعض. لو تفتكروا المقياس ده انا كنت عملت زيه بالظبط في فيديو قبل كده، هعمل لكم شير للمقياس ده انا عملته ازاي. دلوقتي انا هاخد الاثنين، هاخد مقاسين. المقاس الاولاني اللي هو يعتبر المقاس الاكبر شويه اللي انا بعمله باللون الذهبي ده، انا هعمل منه 2. بعد ما هعمل منه 2 هعمل مقاس تاني هنشوفه مع بعض، وهيكون اصغر من المقاس بتاع ده. هعمل دلوقتي المقاس الأصغر من اللون الأخضر. هاخد طرف من الصف اللي من تحت واشده حوالين الصف اللي من فوق علشان يمسكوا بعض كويس، وهعقدها بالطرف الاخضر التاني. يعني انا باخد من تحت طرف وبربطه بالطرف اللي من فوق. هركب دلوقتي بالونة المية عشان تعمل وزن للسنتر بيس لما نحطها على الترابيزة. هبدأ دلوقتي اجيب طاقية التخرج اللي انا عملتها، هعملها في فيديو تاني مخصوص وهوريها لكم بتتعمل ازاي. اهم حاجة وانا بلزق الطاقية بتاعتي انا هستعمل جلو جان، بس لازم استعمل اللو اللي هو اقل درجة حرارة. لو انا عملت درجة الحرارة اللي هي بتبقى عالية قوي دي ممكن تفرقع البالونة وتضيع مني البالونة، لكن انا جايبة الجلو جان اللي هو فيه مستويين. هلزقها كويس، اضغط عليها كويس لحد ما تمسك، وده شكلها النهائي بعد ما خلصت. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش الاشتراك واللايك والكومنتات، وان شاء الله هجاوبكم على كل اسئلتكم. باي باي.